ثابكم الله. يقول السائل: إذا أخطأ العالم خطأ فكيف يتعامل معه؟ وما رأيكم في من يقول إننا لابد أن نحذر من هذا العالم، وإن لم نفعل أضعنا النصيحة للأمة وأضعنا التحذير من المبتدعة؟ خطأ العالم يختلف، إن كان خطأ في العقيدة، إن كان عنده خلل في العقيدة وضلال في العقيدة، فهذا يجب أنه ينبه على هذا، فإن تراجع وإلا يترك ويبتعد عنه. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه، مسائل الاجتهاد، فهذا ينظر في الدليل، إذا كان الدليل معه فهو على حق، وإن كان الدليل مع غيره فإنه يبين له هذا، لكنه لا يهجر. المسائل الفقهية هذه لا توجب الهجر، إنما هذا في مسائل العقيدة والأصل، أما الاختلاف في المسائل الفقهية والفروع هذه يبين الخطأ، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنه لا يهجر، لأن المسائل الاجتهادية تعلمون أن الأمر فيها واسع، الأمر في المسائل الاجتهادية واسع، والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد.